صباح الخير يا استاذ احمد. يا صباح النور عليك يا ابو نور. النهارده كان كرنفال رائع جدا واجواء رائعه جدا، وكان الشعار الاجمل اللي بصراحه يعني عجبني جدا بعد الايه القرانيه اللي تم افتتاح بها المونديال، وهي كلمه الامير تميم وهو يقول مرحبا بالعالم في دوحه الجميع. اتفضل يا ابو نور. طبعا انت فاكر لما قلت لك قطر جاب الجون؟ انت قلت لي قطر احرزوا الجون في العالم كله. لا النهارده 10 بقى. 10 تجوال النهارده؟ ده خسروا 2. لا بعيدا عن الرياضه والفوز والهزيمه، هم يعني النهارده قدموا رسائل في ظاهره طبعا هي التسامح وتجميع الدول كلها. وقطر دي اتحاربت من 2015 عشان كاس العالم ده يقع، وهي عملته بطريقه كويسه جدا. دوله صغيره في المساحه ولكن اصبحت كبيره في المقام. نعم. ونفس الدول يعني ما قدرتش تعمل اللي عملته قطر. طيب يعني قطر من وجهه نظرك بتقدم للعالم نسخه مونديالية فريده من نوعها؟ طبعا مش هنقدر نحكم على الكلام ده من اول يوم، ولكن البشاير بتاعت اليوم بتقول كده. ايوه يعني مقدمين هدايا لكل المشاركين اللي على الكراسي، هدايا ما اختشوش او ما خافوش. يعني انت متخيل 60,000 كل مشجع منهم او كل مشاهد من هؤلاء هيقوم كده يلاقي هديته موجوده، او 67,000 تحديدا يعني بدقه الرقم. ذكرى طيبة لكل واحد حضر، ولكن أنا اللي عاجبني إن هم ما اختشوش وهم بيعملوا الافتتاح، إن هم يقولوا إن إحنا كنا دولة صغيرة وكانوا بيلعبوا كرة مش في ملعب، وكانوا جايبين الأمير الأب. صحيح. وهو بيلعب بالفانيلا اللي هو أهداها للناس. اعتمدوا على الناس أصحاب الخبرة، جابوا أجانب عشان ينظموا لهم، ما اعتمدوش بقى على أصحاب ثقة ولا جابوا لواءات ولا جابوا بتاع. يعني الناس بصوا بنظرة إزاي ينجحوا نفسهم. تمام. إذا هي نسخة فريدة يا ابو نور، بشكرك شكرا جزيلا. اللفتة الجميلة للأمير الوالد يا جماعة النهاردة أن هو مش قصة أن هم بدأوا منين ووصلوا لفين، لا، الناس كلها كانت بتقول لك قطر إيه يعني تاريخ دولة قطر في الكورة. فشوف بقى لما تبقى فيه لقطات أرشيفية في كل هذا التاريخ وكل هذا الوقت، وتتصور ويتم تصويرها بالشكل اللي انتم شفتوه النهارده في الافتتاح والكرنفال الجميل ده، ويبدا التيشيرت ده يتوقع عليه من الامير الوالد للامير تميم، ثم يذهب هذا التيشيرت في حقيبه شيك جدا محترمه جدا على 67,000 كرسي ومقعد موجود التيشيرت، وموجود معاه مجموعه من الهدايا لكل من حضروا هذا الافتتاح. اذا قطر تقول لا، احنا لينا تاريخ وعندنا تاريخ في كرة القدم.